مراق مراق تعال 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 شكو شكو تعال طبو معلج تعال تعال قاعد عندي شغله وياك شنو الشغله مراك انا بدي اقول لك بشغله كلش مهمه تفيد المجتمع كله شنو الشغله والله قلقتيني شغله يركي عليها الجميع وشكو شبيه شنو الشغله ملاك احنا هسه بشهر رمضان شهر الطاعه والغفران والكريم ايه واني قررت بهذا الشهر اريد افيد اهلي افيد العائله مالتنا كلها يا الله ايش راح تسوي انتوته ملاك دا تشوفين هاي شوفيها عدل قطي لا مو قطي هاي قاصه يا ثوله هاي القاصه صار لي سنه ونص اجمع بيها فلوس وقررت اليوم افتحها واساعد اهلي بيها بهذا شهر رمضان شهر الطاعه والغفران والتسامح وكلهن عافيه وتعافيه وانا قررت هاي القاصه قبل ما يطلع بيها فلوس راح اشتري بيها لاهلي واتبرع بيها لاهلي لان الاقرباء اولى بالمعروف اي عافيه توته هستوني يلا عرفت انت خوش انسان وصادين عالم ايش حبالك لعد قومي جيبي السكينه خلي افتحها يلا يلا بسرعه بسرعه لا تخلين واحد يدري ما خليت امك تشوف واحد يشوف لا 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 اسرع افتح ايش بيك مستعجل فلوس شلون فلوسي يلا يلا اسرع الله ايش بس لون شق الربع هاي ثاني شنو ايش قد الله شنو هذا باع جمالي باع جمالي شلون باعي باعي خبلا باع نظرتي شو واخذ السكينه يتعور واحد من عندهم توتا شنو هاي؟ بس ربع عشرة مجدئة دورج هو هذن جمعت هناني سالن سنة ونص هو أقوى شيء يطوني أهلك يطوني ربع بالشهر يلا حسبين حسبين شوفين القد يطلعان شب يلا راح حسب لا تمدين عائدك علينا ولا تاخذين واحد يلا هذن اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يلا حسبين دقيقة واحد شنو واحد هذا ألف ألفين ثلاثة 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 ونص هات هذين ألفين خلا طلع ليش ألفين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذين ألفين روح جيبين رقيب ألفين وين أكو رقيب ألفين أكو قليل لعم وحباب ما عندي من شنو يطيش رقيب ألفين يطيش تفضل انت لحين يطيش وباعي قبل تروحين شو تقولي لما تروح توصلين هناك؟ قولي لي هاي الألفين مال توتة. إيه. وقولي لي توتة أختي عندها فلوس هواي وزنقيلة وتصرف علي أنا. إيه خوش تدليلي حروح. يلا روح مو تأخرين. إيه. يلا بسرعة راح انتظرك. عليكم السلام حبيبتي عمو دزتني توت اختي تريد رقية بالفين عمو ماكو رقية بالفين الرقي صاعد غالي عمو دير بالك علينا ولا شهر رمضان ادري عمو قريب هو رمضان هو رقي غالي صاعد شو تسوي بداية عمو حباب طير رقية بالفين امر الى الله عمو هذا اللي فلوس مال توتة شنو مال توتة حبيبتي هذا اللي من فلوس توتة أختي عنده فلوس هواي هواي الله يرزقك أنا شبك رقية عمو كل رقية حلوة حلوة عمو هاي فوش رقية حمرة وإذا طلعت بيضة شارب يا زينة يا أمي تفضلي يا عيال هاي وين صارت هاي بس لا باقول فلوس من عندها صار لي سنة ونص اجمع بيه هناني وين صارت؟ ها ها تعالي تبوا تعالي تعالي وين جيتي؟ وين جيتي يا تراحل؟ وين جيتي؟ صار لي ساعتين صار لي ساعتين تعالي صعدي يلا صعدي القبر تعبتي تعبتي شو سويت انت؟ هو هذا قريب وليش ما يقبل فيه ما يطي؟ ما يطي؟ ليش؟ شو القصة؟ والله ما يقبل حقه 4 كيلوات اخذها ب 500 ما ادري انا اقول لك زين خو مو بيضة لا لا
حلو زوليك. انت كسرتيها قبل لا امشي. صعدي صعدي بس اسمعين وقعت. يمه وغمه تغمج وغمه ما تقول هاي امي ورمضان وصايمه خلنا اجعاونها بالعشاء خلنا اساعدها. امي شو سواني؟ شو امي داش امي دا امج على هاي الغرفه الطايحه. يمه انا صح ما اطبخ لك وما اساعدك بالشغل بس يمه انا احضر لك كل المفاجات. يعني هسه انا جايبت لك مفاجاه. مفاجاه؟ شنو هي المفاجاه؟ غمض عيونك يمه. شو غمض عيونك؟ غمضت. يلا يمه فتحي عيونك. فتح. اوه شنو هاي جايبه؟ هاي جايبه ولد يمه. هاي جبتك اياها مفاجاه. ولك هاي مالك فلوس؟ من جبتيها؟ بكتيها؟ لا يمه ولا بكتها ولا شيء، بس يمه انا فلوس مجمعتهن بالقاصه. صار لي سنه ونص اجمع بيهن، واليوم قررت افتحهن وجبت لكم رقيه قلت الاقربون او لا بالمعروف. عافيه يمه. عافية آتشو روح خليها خد تبرد. آتشو عافية يمه. تدللين يمه. وديها تعال عافية. شفت شلون انا ما اسالك بالغلط بس انا اسالك بمهمات صعبة. عافية عافية يمه. دللي يمه دللي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولشوفه شوف جبت اليوم باعي. شنو؟ باعي سويت. وين جبتيها؟ شنو من جبتيها؟ اكيد وقتي انت بواقي عرفك. مشبي لا تهمني. من جبتيها؟ بواقي ام الوسخ. شوفي انا عندي قاصة اجمع بيها صار لي سنة ونص واليوم قررت افتحها. فتحتها وجبت رقية بدرية. والله مش غير تقول لي لحتى اشتري قاصة مثليك. مشبي الما يعرف تدابيره حنته تاكل شعيره. والله عيب عليك. هاي الرقية وين راح توديها؟ المن راح اوديها؟ يعني راح اوديها لاهلي لان هذا شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران والتسامح والعواطف. اي فالاقرباء اولى بالمعروف راح اوديها لاهلي. تو ليش ما قلتي لي اجمع وياك؟ اشتريت لاهلي كيل موز برتقال. ولك هذا سر المهنه شلون انطيك اياه؟ باعي تدري شو تسوين؟ رمضان راح يجي تذكر هذا الموقف وسوي مثله. يلا يلا ام داتش الوسخه. ام داتش والله طاحت. مرحى مرحى يا رمضان انا وكيف كيف الحال. هلا بابا شلونك؟ هلا بابا توته شلونك؟ الحمد لله بابا انت شلونك؟ اقول لك شو تغسل هنا بالغساله شكل اليوم؟ لا بابا ماكو شيء بس امك خطيه جاي تطبخ تعبانه وانا قلت اغسل مكانها هدوم. متأكد بابا؟ لا تخسر من رضاتك لو قوة. لا بابا من رضاتي ليش؟ من رضاتك؟ متأكد متأكد؟ لا بابا ما متأكد بس ما لي خلق المشاكل. اي مو اقول هسه تكون شكت شمرك من الدرج. هسه عفنا من هذا الموضوع، بابا اليوم اشتريت لكم رقية. عافية. وفتحت القاصة مالتي. مين الفلوس؟ شنو مين الفلوس؟ فتحت القاصة مالتي. ايه؟ وطلعن بها فلوس هواي واشتريت بها رقية لكم للأقرباء أو لا بالمعروف. عافية وسباعية والله. ايش عبالك بابا العد؟ انا بنتك وافتخر بي. عافية بنيت عافية عافية. ايش عبالك بابا؟ عشان شوية انا بنتك كان طالع من ظهرك. عافية. بابا راح اروح انا اسوي فطور اكمل فطوري. ماشي. انت خلص وتعال على المطبخ. راح اكمل الهدوم انا. يلا بساعة. مرحى مرحى يا رمضان. ايش وقت يوذن يا الله؟ ايش وقت يوذن؟ هسه صبر. ملاكي. يلا سوينا القسكين والصينية. شوكيت يا معوض يوذن والله قلبك راضي. يمه تدرين الرقي احسن من التمر؟ العالم قبل كانت تفطر بتمر بينما هسه بهذا التحديث العالم كانت تفطر برقي. ليش؟ ليش يمه؟ يمه لان الرقي احسن من التمر وبي فوائد كلش هواي، بي ماي وكلش فوائده حلوه. اي يمه حاشيني بالودان شو وقت يوذن؟ بابا تدري الرقي بي فوائد لك كلش هواي ويفيدك. انت هسه كشخص كبير يفيدك، يفيدك للوجه وللبشره ويفتح المسامات مال البشره وحتى يطول العمر. اي والله بابا وحتى التجاعيد اللي بالوجه تروح. اي حبايه بوجهك وجهك يصير ناعم يخبل. يعني وخر هاي التجاعيد ورتب وجهه يصير ابيض؟ اي بابا يمي. يا الله خير ان شاء الله. بس ايش وقت ياذن والله متنا. فوفه تعرفين بفوائد الرق للبنات الشابات مثلك؟
لا والله ما اعرف بالفوائد مال الرقي. خلنا نطيك فوائد الرقي للشابه، البنيه الشابه. اول شيء يقلل العقم، ثاني شيء يطول الشعر، يطول شعرك يعني شعرك تقوم تمشين ويمشي وراك تصير مثل ليلى والذئب، اقصد مثل ذني من جسمه. ثالث شيء السمنين، لان الرقي بيه حلاه، فهالحلاء عندك السمن وانت جسمك مو حلو هيك معصعصة عصعص، السمنين تصير تخبلين. رابع شيء يعطيك فرص زواج، يعني تقريبا 70% انت راح تتزوجين. صدق والله؟ لعد يوميه خلي ابوي يجيب لنا رقي. اي يوميه خلي يجيب لك، يوميه يوم بين يوم ويوم يجيب لك عادي. ملاك جينا لك، تدرين شنو فائده الرقي انت للبنيه الصغار للصغار الاطفال الجهال؟ لا توتا ما ادري. شوف اول شيء يزيد النمو ويخليك تنشطين بساعة وتكبرين بساعة. وبعد الفقرة الثانية من ناحية الدراسة، انت ثولة بالدراسة، من ناحية الدراسة راح تقومين هيجي عقلك ينفتح للدراسة، تقومين تقرين وهيجي بساعة، يعني انت راح تنفجعين بنفسك دا يصير بيج. دق والله توتي. اي والله شاش عبار شغش هيجي بعلك بايت. يا بوي الله يا بوي الله يا بوي الله شو وقتي وزن؟ والله هذا شان عداوة ويانا، والله هذا العالم كله توزن من دون العالم هو ما يأذن، ما أدري إيش بي، كنا مدرس العربي 40 شادو ويانا شادو ويانا، ما أدري إيش بي، دوزن وزن وخلصنا. والله صديق حاجتك كله، ما أدري شادو ويانا من دون الوادم، الوادم كله أذنت هسه إلا هو، ما أدري أصعد هسه أفلش السماعات والله. الجامع شنو مال بيت خلفوك ولدي غبيت الله وعلي الله يشيلك ويشيلك ويدقك حيل بالجار. ماما والفائده الاكبر اللي ما قلت لكم بيها إيه؟ حتى الحب هذا الاسود ما رقي نوكل. صدق والله يمه شو بدي ودني الله يمه. والفائده الاخيره اللي موجوده بالرقي حتى هذا القشر مالتها يتيبس ويصير شاي. خب والله جزعتيني. شوف يمه ايش مشان طلعتها والله. وين يفكر؟ انت وين مثلي؟ ركي وركي، انا بتاع الاذان. وي خلصتها.